السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: جواز السفر العراقي عادي للمواطن، دبلوماسي لعارضات الأزياء. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء أرائكم والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي تطرح خلال هذه الحلقة، وكذلك للتعليق حول موضوع مستوى ووضع جواز السفر العراقي بالنسبة لحامله، وكذلك التصنيفات الدولية التي تصنفه دائما ضمن الأسوأ في العالم، وقضية منح جوازات سفر دبلوماسية لمشاهير التيك توك والسوشيال ميديا وهذه الشخصيات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعد جواز السفر العراقي الأسوأ عربيا وضمن الأسوأ عالميا بحسب التصنيف الأخير الذي أصدرته مؤسسة هينلي أد بارتنرز، والتي تصنف مستويات جواز السفر وفق معايير كثيرة تتعلق بوضع البلد الأمني، الاقتصادي، السياسي وغيرها. طبعا يعاني المواطن العراقي حامل جواز السفر من مشاكل كثيرة تتعلق بقوة الوثيقة التي يحملها وانعكاس ذلك على قدرته على التنقل وتعامل الدول التي ينوي السفر إليها معه عند الحدود وداخل البلد المستضيف، بالإضافة إلى الإجراءات والتعقيدات الداخلية التي تواجه المواطن الذي يروم الحصول على هذا الجواز. طبعا يحمل العراقيون حكومات ما بعد 2003 مسؤولية رداءة جواز السفر وضعفه بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعت طيلة سنوات حكمها. ومؤخرا فجرت النائبة سروة عبد الواحد قنبلة عندما أكدت منح وزارة الخارجية في العراق جوازات سفر دبلوماسية لمشاهير السوشيال ميديا، عارضات أزياء، موديلز وما يعرف بالفاشينيستات. وأكدت هذه المعلومة وزارة الداخلية حينما صرح مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد أحمد بإصدار وزارة الداخلية 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد فقط. مشاهدينا الكرام، لنتابع الآن هذا التقرير الجرافيك الذي يبين بعض الأمور بشأن جواز السفر العراقي، ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا الآن نرحب بالدكتور فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور. دكتور فاروق، هل تسمعني؟ دكتور فاروق، طيب، إلى أن يجهز الدكتور فاروق معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين وسألناهم عن رأيهم بوضع جواز السفر العراقي في ظل هذه الحكومات، وأيضا المستوى الذي وصل إليه وانطباع المواطن العراقي ورأيه بشأن هذه الوثيقة. استمعنا إلى جزء من سنسمع الآن جزء من هذه الآراء أو الأجوبة التي جاءت من قبل مواطنين عراقيين، ثم نعود.
والله جواز سفر العراق اتعب جواز هو بالعالم كله مو بالعراق اتعب جواز. السبب؟ السبب ما حد يشتغل صحيح. يعني انا من الناس راجعت على جواز فطلع لاهلي شنو 15 يوم الله يصدر الجواز وانا كويش احد شيء. يعني كنا قبل تقدم اوراقك اليوم ثاني يوم تستلمه. هسه 15 يوم ويشلعون قلبك وفوقها دافعت 55 وما يعطوك يا راسا. وضعية تعبانه كلش ما الجواز بالعراق. والله غير الداخليه هو مرجعها للداخليه. المن تشتكي والمن تحكي. المفروض وزاره الداخليه هي تتابع هاي الامور وتشوفها هاي العالم الواقفه الهوسه الازدحام الواقف. زين اول تالي الجواز 15 يوم الله يطلع. بس تحاكي من ويا من تحكي. ما حد داير له بال، ما حد داير له بال، ولهذا شوف الجواز العراقي يعني بالدول ما حد يحترمه وما حد يدير له بال. طبعا الجواز العراقي كعراقي اني افتخر به انه كعراقي. بس مع الاسف نفس القضيه نعيد ونسقط بها انه هو مو مدعم. ما خالي له اي احترام. لان العراقي هسه ما يقدر يستغل الجواز العراقي باي دوله ممكنه. لازم قدم فيزا وموافقات وطلب وانما نقيس على بقيه الجوازات العربيه مو العالميه. فطبعا نشوف اكو فرق. فاحنا عتبنا على الدوله وعتبنا على الخارجيه العراقيه لدعم الجواز العراقي. لكن هو كجواز عراقي وكاحنا عراقيين طبعا نفتخر به. لكن نقول الله كريم. بالنسبه للجواز العراقي هو احنا نقول كل من حاير بروحه يلعقون الجواز مو زين طلعوا لنا هذا الجواز زين على مود انه يدعمون الجوازات هذا. يعني يفترض انه وزاره الخارجيه علاقات خارجيه تتواصل ويا الدول كحكومه بشكل عام مو بس وزاره الخارجيه هي اللي تحسن من مستوى الجواز العراقي. مو هي احنا نفس الشيء قلنا وزاره الخارجيه والسفاره الموجوده بذيك الدوله. تعامل السفاره ويا المواطنين العراقيين بذيك الدوله هو هذا له تاثير سلبي على المواطن العراقي بالدول الخارجيه. لانه سياسه الدوله فاشله. بكل المجالات. من 2003 ولحد الان. عرفه يعني واحنا عشنا فتره الستينات السبعينات. كان الجواز العراقي يحتل مراتب اولى يعني بين الدول العربيه. ويعني تقريبا اذا اقول لك يمكن المراتب الخمسه الاولى بالعالم يعني. اما هسه يعني اللي قاعد نسمعه وقاعد نقراه انه يحتل مراتب بعد المئة. يعني حتى ما له اي 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 يعني اي مكان بين الدول يعني. ويعني حتى مراته متاخر يعني فوق ال 140 فوق ال 150 المرتبه مالته. المسؤول حاله البلد يعني البلد كل ما يكون بلد متطور بلد بيه سياحه بلد اقتصاده حلو بلد حكومته جيده بلد يعني النمو مالته سريع بلد متقدم اكيد راح يكون ال 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 الجواز مالته راح يكون قوي ويكون اقبال السياحه عليه السفر عليه ايضا يكون قوي من خلال هذا راح يقوى الجواز العراقي. الحكومات يعني احنا مع الاسف يعني الحكومات ما عندها اي توجه يعني اي توجه نحو المواطن العراقي لانه الجواز العراقي هو بالاساس يخص المواطن العراقي يعني قبل الحكومه، الحكومه عندها حصانه عندها حصانه دبلوماسيه مو الوزير هذا اما الجواز يخص المواطن العراقي ولهذا الحكومات كلها ما اجت حتى تحسن وضع المواطن العراقي وبالتالي انه الجواز وحياته وامكانياته كلها تخربطت بسبب الحكومات اللي جت بعد 2003 ويعني يعز السبب الى الحكومات، الحكومات ما عندها توجه اي توجه صحيح نحو المواطن العراقي، لو عنده توجه لا المواطن العراقي بخير. وحتى الجواز مالته وضعيته المواطن العراقي قبل من كان يسافر حتى مقدر يعني بالدول العربيه بالدول العالميه، هسه اللي نعرفه انه المواطن العراقي ما عنده اي قيمه اي قيمه. زين وهذا يعزو الى انه قوه الحكومه. حكومتك كل ما تكون قوية حكومتك كل ما تكون حكومة زينة حكومة تدعم المواطن
راح تكون أنت بخير وراح تكون أنت مقدر ومقيم بكل دول العالم. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى آراء مواطنين عراقيين بشأن جواز السفر العراقي. الآن نرحب مرة أخرى بالدكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي عبر سكايب، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين، شكرا جزيلا. دكتور، بداية، ما تقييمك لمستوى وقوة جواز السفر العراقي؟ شوف، قبل أن نقيم الجواز هو يجب أن نقيم السلطة اللي تحكم البلد. يعني الجواز هو عبارة، يعني سواء كانت الجواز أو العملة أو أي شيء، عندما يكون البلد للأسف وضع الأمني سيء، الفساد يسود مختلف دوائر الدولة، فبالتأكيد ينعكس على وزارة الخارجية وعلى الجوازات الدبلوماسية. للأسف كان، يعني أنا على سبيل المثال عملت دبلوماسي من عام 1982 إلى الاحتلال. خلال فترة عملي الدبلوماسي، يعني كان وزارة الخارجية، الشخص الدبلوماسي هو خريج معهد الخدمة الدبلوماسي ويحصل على درجة دبلوماسية يلا يستطيع أن يحمل الجواز الدبلوماسي. والكثير من الموظفين الإداريين وهم خريجي كليات، ولكن لكونه غير حاصل على شهادة المعهد الدبلوماسي لا يستطيع أن يحصل على الجواز الدبلوماسي. دكتور، سنأتي إلى الجواز الدبلوماسي بعد قليل، لكن عندما نسمع آراء الناس بشأن الوثيقة التي تمنح لهم من الحكومة التي تتيح لهم السفر، نراهم يعانون. طيب، أنت تفضلت وقلت بأن الحكومة هي ينعكس أدائها أو تأثيرها على جواز السفر، إذن كيف يمكن فهم أن هذا العالم يعترف بالسلطات الموجودة في بغداد ويدعمها؟ لماذا إذن لا يعترفون بجواز السفر؟ للأسف، يعني هذا الدعم هو موجه إلى سلطة، موجه إلى عناصر معينة. هذه العناصر هي التي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومن تحالف معها في العدوان على العراق هي اللي جاءت بهذه السلطة، هي اللي دعمت هذه السلطة. ولذلك الدعم ليس للجواز وليس للمواطن، الدعم للحكومة وللنظام القائم في العراق. يعني ما يوجه من دعم هو ليس لدعم الدولة كعراق، كمواطن عراقي، كشعب عراقي، كاقتصاد عراقي، لا، الدعم هو للسلطة الحاكمة فقط وللأحزاب المنضوية تحت هذه السلطة. طيب، وهذا منذ العام 2003 ولحد الآن على نفس الوتيرة. جنابك كنت سفير في أثينا قبل الاحتلال. كيف تقيم عمل وأداء السفارات والقنصليات المنتشرة حول العالم للعراق؟ شوف، خلينا نكون واقعيين، يعني هناك كثير من الدبلوماسيين حقيقة يعملون بجهد خاص، بجهد شخصي. على سبيل المثال، كثير من، يعني أنا سمعت كثير، القنصل السابق في، وهو دبلوماسي سابق في إسطنبول، كان الكثير من المواطنين العراقيين يشيدون بعمله وبيشيدون بإنجازاته، ولكن هذا جهد شخصي. أما على صعيد الانتقال، يعني من معهد الخدمة الخارجية التشدد للقبول في المعهد وللنجاح بدرجة 80، يتحول كل ذلك إلى قرارات فردية بصلاحية الوزير تعيين عشرات الدبلوماسيين. بدون الرجوع إلى هذه القوانين اللي كانت مطبقة في السابق، بالتأكيد انعكس على إداء السفارات وانعكس على إداء الدبلوماسيين، وأصبحنا نسمع الكثير من القصص تجري في كثير من الدول. طيب، حقيقة طرحت النائبة ثروة عبد الواحد، خرجت بتصريح مثير للجدل، هو منح وزارة الخارجية لجوازات سفر دبلوماسية لمشاهير السوشيال ميديا. وفق القانون، هل يحق لوزارة الخارجية أن تعطي جوازات أو تصدر جوازات سفر دبلوماسية لهؤلاء، لهذه الفئة من المجتمع العراقي؟ سابقا عندما كنا في الوزارة، لا يحق لوزارة الخارجية
منح أي جواز دبلوماسي دون الحصول على موافقة أن هذا الشخص نعم يتمتع بالصفات الدبلوماسية وخريج مع الدبلوماسي أو بدرجة معينة في قرار من ديوان الرئاسة يمنح هذا الإنسان جواز دبلوماسي كأن يكون بدرجة وزير أو بدرجة وزير. أما مثلا سابقا كان أعضاء المجلس الوطني كانوا يحصلون على جواز خدمة وفقط عند السفر، عندما يعود بالإيفاد من الإيفاد يسحب منه جواز الخدمة، لأنه جواز الخدمة يتمتع به في حالة كونه إيفاد كعضو مجلس وطني، وليس لأنه عضو مجلس وطني يتمتع بهذا الجواز. الآن أعضاء مجلس النواب بالجميع يحملون جوازات دبلوماسية هم وعوائلهم، ليس فقط الحاليين وإنما حتى السابقين. يعني عندما يصل حسب ما ذكر رقم 45 ألف جواز دبلوماسي، في حين أنا أستطيع أن أؤكد أنه لم يكن يتجاوز عدد الجوازات الدبلوماسية قبل الاحتلال 1000 جواز دبلوماسي. هذه المعلومة ذكرها موقع 1945 أمريكي، قال بأن تعداد سكان اليابان 125 مليون نسمة، تصدر الدولة أقل من 1000 جواز دبلوماسي، في حين العراق بحسب التقديرات 44 مليون نسمة يصدر أكثر من 45 ألف جواز دبلوماسي. يعني هذه السهولة بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية بحسب مراقبين تهدد بعدم اعتراف دول كثيرة بهذا الجواز، ما مدى انعكاسات ذلك على مستقبل جواز السفر الدبلوماسي العراقي؟ فعلا الآن من الصعوبة جدا، يعني الجواز العراقي يعتبر جواز ضعيف جدا. عندما أنا كثير أعاني عندما أحد الأصدقاء يطلب مني تقديم دعوة إلى للحصول على سمة دخول من اليونان ويكون صديق أو قريب، وأوجه له دعوة رسمية ومصدقة من البلدية ومن الأجهزة الأمنية الموجودة في المنطقة، ولكن ترفض السفارة لأن الجواز تنظر إلى بعين أستطيع أن أقول لا تحترم هذا الجواز. دكتور، يتساءل البعض، أليس من الظلم أن يكون هناك أستاذ جامعي أو بروفيسور لا يستطيع الذهاب إلى مؤتمرات علمية وحضور هذه المؤتمرات الدولية لأنه يحمل جواز سفر عادي، في حين يمنح الدبلوماسي بكل سهولة إلى مودلز في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أين العدالة في هذا التوزيع؟ دخل المحتل الأمريكي، فقدت العدالة وفقدنا الكثير من العلماء والخبراء ووزارة الخارجية. يعني قرار واحد أقصى 45 سفير و 72 دبلوماسي بما يسمى اجتثاث البعث. قرار بريمر، يعني أنا أحد الذين شملهم قرار الاجتثاث، وأنا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية ومتدرج من سكرتير ثاني إلى أول إلى مستشار إلى سفير. يعني ليس من السهولة أن يأتي قرار بسيط ويجتث 72 دبلوماسي و 45 سفير ويخرجهم خارج الوزارة، ليأتي بعناصر أغلبهم كثيرا منهم لا يحمل شهادة الإعدادية أو المتوسطة. طيب، دخل أجيك لعد بهاي القصة دكتور، وأريد منك تعليق عليها. في أحد المطارات في تركيا في فترة حكم حيدر العبادي، معي شخصيا حدث الموقف، أنا واحد الأصدقاء في المطار صادفني رجل عراقي، سمعنا دي نتكلم باللهجة العراقية، طلب مساعدة بمعرفة بوابة السفر، يحمل تذكرة السفر بإيده، قال أني أريد أعرف بوابة السفر مالتي ومدى أقدر أشوفها بالشاشة. فوصفت له، قلت له أنت موعد سفرك بعد 5 ساعات انتظر. فقال لي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب وأحتاج إلى مساعدة حضرتك في معرفة بوابة السفر. فحقيقة لأنه موعد طيارتي بعد ساعة فانحرجت، قلت له شبه الأحرف مع الأرقام الموجودة على الشاشة وعلى الورقة لعل وعسى، أو اسأل الأمن. فأصابني فضول بمعرفة الوجهة، هو كان ذاهب إلى مدينة غازي عنتاب، فقلت له ليش رايح لغازي عنتاب؟ قال رايح للقنصلية العراقية.
قلت له مو اكو وحده باسطنبول، ايش عندك رايح للقنصليه؟ قال انا مو فد من الدوله، امي لا يقرا ولا يكتب دكتور، مو فد من الدوله العراقيه الى قنصليه، ما الذي يفعله هذا الامي في قنصليه في سلك دبلوماسي في الخارجيه؟ للاسف هذا اللي حصل وهذا اللي يحصل. وقرانا الكثير الكثير ما حصل في دول مثل السويد ومثل النرويج ومثل فنلندا ومثل بولونيا ومثل بلغاريا. أحدهم فتح مكتب تجاري داخل السفارة العراقية وهو السفير، هو مكلف سفير ولا أريد أن أذكر اسمه، واسمه معروف جدا، وهو فعلا لأنه كان شقيق أحد أعضاء مجلس الحكم وعين سفير من بالضبط من حي العامل محل أدوات احتياطية إلى سفير في صوفيا وفتح، وهذه نشرت في كل مواقع التواصل ليس الآن، قبل حوالي 10 سنوات. يعني هذا الشيء أصبح للأسف هذه القصص كثيرة يلا لا جبين. جريدة الوقائع نشرت في عام 2011 نظام جوازات السفر رقم 2، كانت المادة 17 ضمن النظام يمنح جواز السفر الدبلوماسي، وجاءت الأطراف التي يمنح لها جواز السفر، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان وما إلى ذلك. نأتي إلى النقطة التي هي رقم 5 في هذه المادة 17، لوزير الخارجية وفقا للضوابط منح جواز سفر دبلوماسي لمن تقتضي طبيعة عمله أو المصلحة العامة منحه ذلك. طبعا وفق هذه المادة لا يوجد نص صريح على منح مشاهير السوشيال ميديا جواز سفر دبلوماسي، لكن يبدو اعتماد الوزير على هذه النقطة. هل يحق له وفق هذه النقطة، وفق هذه الفقرة، طبيعة العمل أو المصلحة العامة؟ أين المصلحة العامة بمنح جواز سفر إلى مشاهير السوشيال ميديا؟ لا أعتقد ذلك، لأنه ربما طبيعة العمل، يعني مثلا يحصل أنه حصل عندنا في فترة من الفترات أنه مؤتمر دولي في دولة من دول البحر الكاريبي، نعم، وأردنا أن يمثل العراق أحد أساتذة القانون الدولي، ولذلك حتى نحصل على سمة الدخول يمنح مثل جواز خدمة أو جواز دبلوماسي لسفرة واحدة، نعم، من أجل تمثيل العراق، تمثيل العراق وليس للمشاركة في المؤتمر، تمثيل العراق في هذا المؤتمر الدولي. وهذا حصل وأنا مدير مكتب السيد الوزير الدكتور الأستاذ الدكتور ناجي صبري، حصل أن مثلنا أحد أساتذة القانون الدولي، وعندما عاد من الإيفاد سلم الجواز ومشكور. هذا يحصل، مقتضيات المصلحة العامة، لكن لا تعني مقتضيات المصلحة العامة أن تسلم إلى فنانة أو إلى فنان أو إلى راقصة أو إلى ما شابه. إذن هم يفسرون القوانين وفق عقولهم هم؟ نعم. طيب. على سبيل المثال فقط، نعم، يعني مثلا ما يحصل ليس فقط الجواز الدبلوماسي، وزارة الخارجية فتحت عديد من القنصليات والسفارات، نشرت مواقع التواصل أنه رئيس الوزراء قرر إلغاء 20 سفارة، نعم، إغلاق 20 سفارة، إحدى السفارات بها 36 موظف، نعم، عدد الجالية العراقية الموجودة هناك 2، أبناء الجالية العراقية في تلك الدولة هم 2، موظفي السفارة من الأصغر موظف إلى السفير 36. هذه للأسف ما كانت تحصل في السابق. دكتور، هل تعلم جنابك أن ضمن الحكومة يؤكدون وجود قنصليات وهمية فضائية، نعم، يتقاضى، نعم، موظفوها أو يتقاضى القائمون عليها رواتب وهي فضائية؟ نعم تم الاكتشاف ذلك ولسنوات عديدة. نعم. مع الأسف. دكتور، في سؤالي الأخير لجنابك، الآن حتى جواز السفر الدبلوماسي يسمح بدخول حامله 13 دولة فقط، إذن هو، نعم، أيضا جواز ليس قوي. نعم. هذا أنا مثل ما ذكرت يعتمد، نعم، على قوة ورصانة الدولة والسلطة التي تحكم في هذه الدولة. جواز سفر الآن، أي جواز سفر أوروبي، نعم، نتيجة
على سبيل المثال الجواز اليوناني. نعم. الجواز اليوناني تستطيع أن تدخل 174 دولة. نعم. بدون فيزا. بدون سمة دخول، ليس لأنك دبلوماسي ولكن لأن هذه الدولة. الآن بالنسبة للدول العربية، جواز سفر للإمارات العربية، دولة الإمارات العربية يتمتع جوازها بأفضلية في كثير من دول العالم بدون سمة دخول. صحيح. ومن الاتحاد الأوروبي. صحيح. دكتور، كيف يمكن معالجة وضع جواز السفر العراقي؟ هل يمكن أصلا أن يعالج في ظل الوضع القائم؟ في ظل وجود مثل هذه السلطة أن يعالج ليس فقط الجواز الدبلوماسي، وإنما قطاع التعليم وقطاع الصحة وجميع القطاعات. للأسف الدولة تشكو والشعب يشكو. نعم. الانهيار في كل نواحي الحياة، مع الأسف، مع شديد الأسف، نقولها بمرار. أنا أشكر حضرتك دكتور فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا، حياك الله دكتور. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لنستمع أيضا إلى حديث مواطنين عراقيين في الشارع ورأيهم بجواز سفرهم. جواز السفر العراقي هسه أي واحد يسأله، مو أنا، لأني أنا هسه يجوز مرتين سافرت، طلعت سوريا والعمان، بس أي شخص يسأله يعني صحيح مستمسك ورسمي وهذا، بس برا يعني غير تعامل، إنه مو غير، مو تروح لأي دولة بالعالم كانت قبل. أنا عندي هسه ولا صديقي يمكن هنا بعده موجود، يعني تروح قبل العراقيين أهلنا يسولفون، الكاونتر اللي بالمطارات العراقيين كاونتر إلى خاص، هسه تروح زين العراقيين ما حد إلى يدير باله عليه. ليش؟ شنو السبب؟ سبب هو مو بالجواز، سبب إنه تقييم الحكومة مالتك اللي إلك. زين، لو خالين قيمة إلك كمواطن عراقي أنت وحاسبي لك حساب، لا غصبا عليها أي دولة أي جواز يجي، جواز السفر العراقي يحسبوا له في حساب. صارت هسه لا شيء. لا هي مو الحكومات قبل 2003 على مود لا نكون، اي ما بعد 2003، لا هي حتى قبل 2003 الفتره اللي قبلها 15 سنه بنفس الحاله. هاي اسال الناس اللي كانت بعمان بالاردن، اسالهم قل لهم شلون كانوا يعاملوكم الاردنيين، شلون كانوا يعاملوكم الاردنيين بزمن النظام السابق وما بعد النظام. زين سادي، في كل زمان انت يعني احنا اللي شفناه هسه، كل زمان حكومتك بقيمك، انت لك قيمه برا، ما لك قيمه جوا، ما لك قيمه برا، نفس الحاله. هاي الحكومات البقيه تقيس على حكومتك انت، فجواز سفرك هو انت ترى تقييم لك كمواطن عراقي. والله الجواز العراقي انا اعتبره مغبون، لانه جواز باقي الدول العربيه يعني ما له ذاك التقدير، مو مثل الجوازات الباقية مثل الكويت وقطر والإمارات. يعني الجواز العراقي ما له ذاك التقدير بكل الدول العربية وحتى الدول الأجنبية والأوروبية. يعني والله هي هاي تقدر الحالة السياسية اللي يمر بها البلد، يعني صراحة الحالة السياسية المتدنية بالبلد خلت أنه الأمور الجواز العراقي يوصل هالمرحلة هاي المتدنية. يعني الحكومات اللي اجت كل من ملتهب نفسه، يعني صراحة الأمور الشخصية كانت مسيطرة على هاي الأمور، يعني ما كانوا يفكرون بالشعب زي الشيء صراحة. كان الجواز العراقي إلى مكانة كلش قوية صراحة. أنا ما مسافر، بس إنه نسمع من الناس اللي دا تسافر وترجع إنه الجواز العراقي بالصورة الحالية هسه يعني جواز ما له ذاك التقدير، وده نسمع من هواي مواطنين وحتى من ناس أقاربنا من يسافرون ما لهم ذاك التقدير بكل الدول العربية والأجنبية وحتى الأوروبية. والله زفت. السبب؟ السبب أولاً ماكو دعم من الدولة للجواز، مو الدعم شلون يصير مثلاً زيارة واحد مريض، مو عنده سكر عنده ضغط، زين شوية التعامل يصرفون له فليسات يروح بين يداوبين، يعني يشتري بالعراق دولار، مو هاي ماكو. هاي جواز سفر زين، جواز سفر قبل جواز سفر الله يحكي، يعني واحد يحكي بخته شغله جواز سفر عراق مضبوط، بس هسه لا مو مضبوط.
مو ذولا جايين مأجرين. العراق إيجار مو ملك، لو ملك جا قاعد واشتغل، بس ذولا كلهم إيجار جايين، إيجار ما يشتغلوا ولا واحد يشتغل منهم للدولة وللمواطن، ما يشتغلوا لأن هناك ما كل احترام ما كل تقدير من وراء هاي الحكومات ومن وراء هاي العصابات، كلها ماكو ديود للفلان وفلان، كل شلع. والله جواز السفر العراقي إذا جوازه هواي دول ترفضه، والمصيبة أنه بلدك يقبل كل الجوازات الطبلة، حكومتك موشت لو حكومة شت، هم ما جايين يشتغلوا للبلد، يشتغلوا لنفسهم، وما جاي يشتغل للبلد، لو يشتغل للبلد مو هذا حال البلد. عم العراق، العراق بيفرد شيء يفوق دول العالم كليتها، ما حد عندهم مثل اللي عندنا احنا، احنا كل شيء عندنا، احنا عندنا الخير وعندنا البركة وعندنا الغيرة، كل الموجودات بالعراق، والله بغير دول ما تلقاها، بس احنا دا يجي علينا ولازمنا ما دا يشتغل للبلد، شغله مو للبلد. مشاهدينا الكرام، نفتح باب الاتصالات لحضراتكم، ومعنا اول متصلين السيد ابو نور من بابل. تفضل يا ابو نور، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا لك ولا قناة الرافدين. حياك الله، اهلا وسهلا. حيا الله اصلك استاذ العزيز. الله يحفظك، تفضل يا ابو نور. موضوع حلقتكم اليوم حول الجواز العراقي. نعم. استاذ العزيز، شو وقت ما صارت حكومة عندنا وطنية وشريفة وبراسها خير يصير جوازنا ينحلف به. نعم. بس لا، حكومتنا حكومة سرسرية جل السامع، هو عذرا للسامع. لا، حكومتنا حكومة ساقطين وسرسرية. بدون تجاوزات يعني قدر المستطاع أبو نور لو سمحت، حفاظا على مسامع المشاهدين. بس أنا أريد أسأل حضرتك، النائبة سروة عبد الواحد تقول وزارة الخارجية تعطي جوازات سفر دبلوماسية لمشاهير السوشيال ميديا وعارضات أزياء. نعم. حتى بالقانون، وتحدثنا مع دبلوماسي عراقي قبل قليل دكتور فاروق فتيان الراوي، وقال بأنه لا يحق لوزير الخارجية بإعطاء جواز سفر لهكذا هذه الأنواع من الناس، مشاهير السوشيال ميديا، فنانين، راقصات، ممثلات وغيرهم. ليش؟ نعم. ليش أصدر ضمن أي حق إذن أصدر وزير الخارجية هذه أو انطى هذا الجواز إلى هؤلاء؟ كيف؟ ماكو سلطة بعد أستاذ. نعم. العزيز، ماكو سلطة عليه وماكو قانون عليه، ماكو سلطة على الوزير وماكو قانون على الوزير. الوزير تابع الحزب، الحزب يقول له افعل ما تشاء والعب ما تشاء بكيفك. يعني شنو ذاك اليوم ممثل يلتقون بها عمداء وعقداء؟ العميد شنو رتبته هو بالجيش العراقي العميد؟ اللواء شنو رتبته؟ اللواء يطلع الوي فنانه يطقطق صور قدام العراقيين ويكرمها؟ وين صايره هاي؟ وين صايره هاي؟ لو بزمان الطاغيه هم اللي يقولون عليه وطاغيه، شاع عدمه شاع اللقه، شاع الله انت شايل مرسوم جمهوري. اذا ابو نور حضرتك تقول، سيد ابو نور تقول بانه الوضع المأساوي اللي وصل اليه مستوى جواز السفر بسبب السياسات الحكوميه. السياسات الفاشلة أستاذ العزيز، سياسات فاشلة ومو أهل للدولة. نعم. مو قيادة، مو قادة بهم خير، قادة تعبانين، قادة لنقات. طيب، أنا أشكرك سيد أبو نور من بابل، شكرا جزيلا لك. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سيد الكريم، تحية. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهدين قناة الرافدين، حياك الله. الجواز يصدر السلطات الموجودة في البلد. نعم. ومثل ما ذكرت حضرتك أنت، يعني الجواز الدبلوماسي لا يصدر إلا لأشخاص يعملون في المباني الدبلوماسية للدولة، يعني السفارة والهيئات والقنصلية. نعم. هذا مثل ما ذكر يعني ضيفك الكريم. نعم. لكن أما يعطي للسوشيال ميديا، هذا دليل أنه لا وجود قانون داخل العراق. طيب، هناك الجواز العراقي يسمح بتزويره، واكو تقرير لاوروبا في بلجيكا اتذكر قال انه الجوازات العراقيه لا تثق بها الدول الاوروبيه بسبب كثره التزوير. نعم. ويستخرج الجواز يعني بدون اوليات، واغلبيه الدول. ابو علي، انت عندك جواز سفر؟
أنا عندي جواز سفر بريطاني، جواز طيب. عراقي. أقصد أنت مستخدم جواز السفر العراقي بالسفر؟ استخدمت، إيه نعم استخدمته. شلون تشوف الفرق ما بين البريطاني والعراقي وأنت عندك الاثنين؟ والله ما حد بالعراقي، ما أدخل أي دولة، حتى الدول العراق عندهم اتفاقية هي الأردن ومصر واليمن. نعم. عندهم اتفاقية، ماكو تأشيرة طبعاً. ما تطب إلا موافقة مسبقة بالجواز العراقي. أما بالنسبة للجواز البريطاني لا والله أدخل حتى الفيزا أخذها بالمطار. الإجراءات، إجراءات تجديد الجواز، إجراءات تجديد الجواز أو إصداره بين إحنا يعني طبعاً المقارنة هنا هي ظلم حقيقة للجواز البريطاني، لكن عندما خلينا نتكلم عن الإجراءات والمعاملات، شلون تشوف طبيعتها وتعامل الضباط المسؤولين إذا كان في بغداد أو تعامل الموظفين في القنصليات إذا كان خارج العراق، شلون تشوفها أثناء عملية التجديد؟ والله عملية التجديد لو أكو هم متفقين، يعني مثل عندك القنصلية الموجودة في مانشستر في بريطانيا متفقة ويا واحد اسمه صباح كن بدون أسماء. هذا طيب. لا لا مو هذا صح حقيقة يا كريم. طيب. أنا مستعد أني أتحاسب من أمام القنصلية، أنا مستعد أتحاسب. تمام. لو ما سويت معاملتك عند صباح قنو تنطيه فلوس ما يطلع لك إلا الجواز. وأنا انطيت 10 ورقات وطلعوا جواز من بغداد وجابوا لي البريطانيا الواحد من إخواني. بألف دولار. كريم. إيه بألف دولار إيه انطيته من هناك الواحد وسوى صحة السدور وغيرها وطلع. تدري كريم هو ليش الجواز العراقي ضعيف يعني؟ لأن أول شيء قوة الدولة أو اقتصاد الدولة، يعني العراق من يروح العمة للأردن إلا موافقة ولازم يسوي تقرير طبي وغيرها ويجي ولازم تكون موافقة، وكل ناس انطوهم موافقات ورجعوهم. طيب. أنا واحد من أخواني انطوهم موافقة ورجعوه. نعم. إذن القوة يعني الوثائق هي من قوة دولتها. شكراً يعني شكراً أبو علي، وصلت الفكرة. معنا السيد أبو علي من الناصرية، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يسلمك ابو جاسم، شلونك حاج؟ الله يسلمك ابو علي، حياك الله، اهلا وسهلا. الله يخليك، الله يبارك فيك، شلونك؟ الله يبارك فيك. اليمن على الجواز؟ نعم. جواز السفر العراقي اليوم، المواطن العادي اللي عنده جواز السفر العراقي العادي يعاني، ووزاره الخارجيه بحسب النائبه ساره عبد الواحد تمنح جوازات سفر دبلوماسيه لعارضات ازياء. شنو تعليقك على هذا الخبر؟ والله يا شوف هلا بدي اقول لك اخوي ابو جاسم، الجواز السفر هذا انت ماكو تقول عنه، هذا ماكو دوله لدول السياسيين اللي شو اسمه اللي ويا امريكا يعني اللي يشتغل للدول يعني يشتغل خارج يشتغل يعني ما يشتغل يعني مو البلد يشتغل يعني نعم يعني يشتغل المن يعني هو من جنس امريكي يعني انت تقول انه ذولا اللي بالعراق ما يشتغلون للمواطن ولا للبلد ذولا ما يشتغلوا اخويا شو ذولا اولا هذول يعني من جايهم من نجاو نعم. هم اتفقوا هم والتحالف زين البريطاني الفرنسي هذول مو عراقيين هذول انا اقول لك هم جايين يعني شلون نعم. يعني محتل تمام. أنا أشكرك سيد أبو علي من الناصرية، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هنا بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع بشأن جواز السفر العراقي العادي للمواطن الدبلوماسي لعارضات الأزياء، وفق ما صرحت به النائبة سروة عبد الواحد، والتي قالت بأن وزارة الخارجية تمنح جوازات سفر دبلوماسية لمشاهير السوشيال ميديا، فاشينيستات ومودلز وعارضات أزياء ومغنين وغيره. هذا بحسب النائبة سروة عبد الواحد. قالت أيضا بأننا وجهنا كتابا إلى وزير الخارجية، إلى وزارة الخارجية لتوضيح هذه المسألة لنا. 15 يوما مضى على الكتاب المرسل من قبل البرلمان إلى وزارة الخارجية، والوزارة لم تجب على هذا الكتاب، وتجاوزت بذلك المدة القانونية البرلمانية التي يسمح بها بالكتب المرسلة أو المخاطبات المرسلة إلى الوزارات. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحمد لله، شكرا لما نطلع جواز ما طلع خارج العراق. نعم. لأن لا نطلع جواز وطلع خارج العراق ما ردا حتى لو للموت. بس خلي أبشرك من هسه، هن 29 دولة اللي يسمح لك تدخلهن، 29 دولة هامشية، 29 دولة هامشية ما راح تستفيد شيء إذا رحت لها. يا أبو كفي لك العباس، لا أصل الصومال ما رجع للعراق بعد. لا الصومال هاجي أنا لا أصل ما رجع للعراق. طيب تعليقك على وضع جواز السفر أبو علي اليوم، جواز السفر العراقي الأسوأ عربيا، تخيل الأسوأ عربيا وضمن الأسوأ عالميا، شنو تعليقك؟ ليش وصل مستوى الجواز إلى هذه المستويات المتدنية؟ الجواز والله هذا كتاب يعني تنتقل به من دولة لدولة، بس هو المواطن هو له احترامات من الدولة العراقية الله يدور الجواز. هو المواطن العراقي له احترامات. نعم. الناس يقولون، الناس اللي علقوا بشأن هذا الموضوع يقول لك قوة الدولة من قوة جواز سفرها، أو قوة الجواز السفر من قوة الدولة، وقوة جواز السفر ينعكس على تعامل البلدان مع المواطن العراقي. أنت لو جوازك قوي الناس حتحترمك وتقدرك في البلدان، لكن جوازك الضعيف يجعلك تعاني. شنو تعليقك؟ حبيبي بس خلنا ناخذ منك، الجواز هو يبدي من رحم الشعب العراقي. لا هي معظم دول دوائر الدولة ما عندها احترام للمواطن. يعني المواطن يجيهم يقول اللي يطلب من عندهم طلبه، مو تقول الموظفين يشتغلون ياخذون اموال من بيت المال العراقي. يعني يتلصق بالموظفين والدولة. يعني الله وكيلك دولة تحت يعني أنا أقول لك ما حاجة أسمع لك، كل حاجة أسمع الشعب العراقي، بس العاشر من برحم الدولة العراقية يعرفون إنه الدولة والموظفين مال الدولة أصل أخلاق ما عندهم. يلا دار يحترمون جوازهم خارج العراق. طبعا بعيدا عن التعميم، بعيدا عن التعميم، لأن تعرف حضرتك لا حبيبي صحيح هذا على الواقع. تمام انت من وجهة نظرك، لكن مبدأ التعميم بشكل عام هو مبدأ غير صحيح. اكيد لابد انه اكو موظف نزيه وطني شريف يخاف الله عنده ضمير، لابد انه تلقى هاي الانواع بدوائر الدولة. ابو علي فقدنا الاتصال، يعني لابد مشاهدينا الكرام، وطبعا صادفنا هذه النماذج من الموظفين في قنصليات عراقية موجودة في ايضا يصادفها المواطن في الداخل العراقي فيما يتعلق طبعا بجوازات السفر. اكو موظفين حقيقة يعني أخلاق، يتعاملون مع المواطن بإنسانية أولا وأخيرا، ويعلم جيدا أنه هو في مكان لخدمة المواطن. لكن هناك أيضا النماذج التي تأتي عن طريق الواسطة، المحسوبية، الفساد، وهذه النماذج أيضا موجودة في قنصليات، موجودة في سفارات، موجودة داخل العراق بشكل كبير مثل ما قال أبو علي. ذولا يتعاملون مع المواطن العراقي كعبد ذليل، يتعاملون وياه بعنجهية، بلا احترام حقيقة، بلا إنسانية، تعامل وألفاظ وصراخ، وحقيقة لا يقدرون ولا يراعون الأعمار، الحالات الصحية، الوضع الإنساني، ما يقدرون هذه الأمور. وهذه القضية طبعا يواجهها الكثير داخل العراق، ويواجهها من هو خارج العراق عن طريق مراجعة قنصليات وسفارات العراق في دول كثيرة. أيضا
أكد المتصلون وأكد ضيفنا الكريم دكتور فاروق وأكد أيضا العراقيون في الداخل أن لا يوجد احترام للمواطن العراقي داخل بلده، وبالتالي لن يكون له احترام خارج العراق. الحكومة التي لا تراعي ولا تحترم أبنائها ولا تحترم مواطنيها بالطبع ستهمل وضع الجواز السفر، ستهمل الحالة التي يعيشها المواطن العراقي في الخارج، ستهمل المواطن العراقي بشكل عام، وبالتالي الدول الأخرى المستضيفة لهذا المسافر، المستضيفة لحامل الجواز السفر العراقي، لن تنظر إليك بعين احترام لأن بلدك لا يحترمك أو الحكومة في بلدك لا تحترمك. وبالتالي شنو المطلوب مني؟ يعني أنت جايب لي أضعف جواز سفر موجود في الوطن العربي وضمن الأسوأ قبل الأخير في العالم، تريد مني أحترمك بناء على شنو؟ شنو مقومات بلدك حاليا؟ إيش يمتلك العراق من مقومات تدعم جواز سفره؟ هل هناك تحركات دبلوماسية تقوي من مستوى جواز السفر؟ هل هناك أداء صحيح للوزارات المعنية بهذه الوثائق الرسمية؟ مشاهدينا الكرام، نصل بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.